نحن ضد القصف العشوائي في الغوطة وضد التهجير القصري. الثورة مستمرة بإذن الله سنبقى صامدين، وهي والغوطة هي بوصلة الثورة، والنظام الآن يقوم بالقصف العشوائي لتهجير أهلها وسكانها. نحن ضد التهجير، نقف وقفتنا التضامنية مع أهلنا في الغوطة، وإن شاء الله الثورة مستمرة والنصر حليفنا بإذن الله. نحن الآن في ريف حمص الشمالي مدينة الرستان.